إذا كان هذا الكتاب في أمازون ب$12 Rich Dad Poor Dad ففي هذا الموقع يمكن تحميله مجانا. مرحبا بكم أصدقائي في درس اليوم والذي سوف أشارك معكم من خلاله موقعين مهمين جدا لتحميل الكتب بشكل مجاني. إذن سوف نحمل الكتب بشكل مجاني وسوف نقرأ هذه الكتب. الهدف هو تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق القراءة. يمكنكم تحميل قصص قصيرة أو طويلة أو مقالات أو كتب لها علاقة بفن أو بعلم أو بمجال معرفي معين. المهم هنا نحن نتعلم اللغة الإنجليزية، وقلت سابقا أن تعلم اللغة الإنجليزية يجب أن يكون عن طريق الاستماع وعن طريق القراءة وأيضا عن طريق الممارسة. إذن القراءة مهمة جدا لتعلم أي لغة. أوكي؟ جيد. إذن لايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى تتوصلوا بالدروس التي ننشرها بخصوص تعلم اللغة الإنجليزية. أيضا شاركوا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. وإلى الموقع الأول. الموقع الأول Z-Library. اكتبوا في محرك البحث جوجل Z-Library واضغطوا على الموقع. ستلاحظون بأن هناك في أعلى صفحة ملايين الكتب وملايين المقالات. نحن نبحث هنا مثلا عن كتاب، نضغط على Books في أعلى الصفحة وهنا يعطينا مكان كتابة عنوان الكتاب الذي نبحث عنه أو أي عنوان. أوكي؟ مثلا keyword، مثلا أي عنوان. إذا كان هذا الكتاب في أمازون ب$12 Rich Dad Poor Dad ففي هذا الموقع يمكن تحميله مجانا. نكتب هنا Rich Dad Poor Dad، إذن هذا هو الكتاب. نضغط عليه، يعطينا هنا خلاصة حول الكتاب وهنا download. إذن download نضغط عليها وها هو الكتاب في طور التحميل. Great. مثلا أبحث عن قصص باللغة الإنجليزية، أكتب English stories. إذا لاحظوا هناك مجموعة من القصص باللغة الإنجليزية، يمكنكم تحميل أي قصة تريدون. إذا هذا هو الموقع الأول، موقع مهم جدا للقراء لأنه يوفر مقالات وكتب بشكل مجاني كما رأيتم. ننتقل الآن إلى الموقع الثاني. الموقع الثاني PDF Drive. إذا اكتبوا PDF Drive كما هو موضح في الشاشة. هذه هي واجهة الموقع. لاحظوا هناك أكثر من 75 مليون كتاب والعدد في تزايد. في هذا الجانب هناك تقسيمات، هناك الفن، هناك الأدب، هناك السياسة والقانون، هناك التكنولوجيا، هناك الدين وغير ذلك. أما إذا أردتم أن تبحثوا عن عنوان معين يمكنكم أن تكتبوا هنا في search bar في المكان المخصص بالبحث في الموقع، أو أي كلمة يمكنكم أن تكتبوا مثلا learn English. ولاحظوا سوف تظهر لنا كتب لها علاقة بتعلم اللغة الإنجليزية. هذا الموقع رائع جدا، سبق وأن شرحته بتفصيل وبينت كيفية البحث فيه وأيضا بعض مميزاته. هذا هو الفيديو الذي تحدثت فيه عن موقع PDF Drive. إلى أن نلتقي أصدقائي في درس جديد، أراكم بخير.